شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان ممثل صاحب سمو رئيس الدوله رئيس نادي تراث الامارات منافسات سباق الشباب والناشئين الدولي للقدره والتحمل لافضل حاله خيل لمسافه 120 كيلو واستمع سموه خلال جولته بقريه بوذيب العالميه للقدره لترتيبات السباق واجراءات تطبيق النظام الجديد لبرنامج المحافظه على صحه وسلامه الخيل.